في البداية نشكركم على هذه التغطية الإعلامية المميزة. طبعا المسابقة هذه سنوية تقام، ونحن في الدورة العاشرة ولله الحمد بدعم من جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين. طبعا أبنائنا الطلبة الفائزين هم صفوة الطلبة في مجالات معينة، فيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، تميز كبير من أبنائنا الله يحفظهم. نوجه لهم أن يستغلون هذه الفرصة وهذا التميز في إكمال دراسات عليا، تخصصات تواكب احتياجات دولة الإمارات. طبعا دولة وزارة التربية والتعليم تقدم العديد من البحثات، وعندنا الجامعات الوطنية كذلك تقدم لهم منح دراسية للمتميزين، فنتمنى منهم إن شاء الله الاستمرار في التميز والإبداع والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. ونشكر أولياء أمورهم على اهتمامهم ورعايتهم لهذه الأبناء. كذلك أتوجه بالشكر والثناء للمدارس التي ساهمت في تأهيل وتدريب وإعداد هذه الطلبة. وفي النهاية نحن كلنا نعمل كفريق واحد، تعاون جميع المؤسسات كما شفنا اليوم، مؤسسات عديدة تساهم وتتعاون معا من أجل خدمة مواطنين دولة الإمارات. وأخص بالذكر رجل أعمال الخير الذي استمر في دعم هذه الجائزة لمدة 10 سنوات ولله الحمد. وهذا طبع عيال زايد أن كلهم يعملون ويتطوعون بس من أجل الإمارات. وزارة التعليم هي وزارة خدمية تخدم الجميع ولا تتجه للأنظار، وإنما نحن هدفنا إعداد جيل من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات ليكونون هم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات، هي ثورة المورد البشري. ولله الحمد كما أشار معالي ضاحي في تطور كثير حاصل في التعليم وثمارة بدأنا نخطفها، وكما أشار معالي أن خلال 7 سنوات إن شاء الله بتكون الإمارات هي عبارة عن مركز الذكاء الصناعي، ولن يأتي ذلك عبثا، وإنما يأتي عن طريق منظومة تعليمية متكاملة، دعم ومؤسسات أخرى، عمل مسابقات وتدريب وتأهيل وتعاون الجامعات. فالإمارات نحن محظوظين أن نعمل كفريق واحد من أجل هدف واحد، وهذا ما نراه دائما في دولة الإمارات، نهوض وصعود وتطور متسارع نسابق به دول العالم الأخرى إن شاء الله. بالنسبة أبنائي الطلبة أنا أوجه لهم رسالة بسيطة، وهي أنهم هم أمل المستقبل. الجيل الحالي هو جيل مستقبل دولة الإمارات، لذلك عليهم مسؤولية كبيرة أن التحصيل العلمي، رفع مهاراتهم، واتباع أسلوب مهارات أو تعلم مدى الحياة. نحن في عالم سريع التغير، ننتقل من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والبقاء هي للمهارات والأصحاب الخبرة في مجالات متعددة، ولكن سوق العمل متغيرة. فالمدرسة الإماراتية ومنظومة التعليم في دولة الإمارات صممت لتأهيلكم وإعدادكم للمستقبل، فنتمنى منكم إن شاء الله الإصرار والعزيمة والاستفادة من هذه المنظومة، وإن شاء الله النجاح والتوفيق للجميع. مشكور على الاستضافة هذه الطيبة، والله يوفقكم إن شاء الله.